السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ناجي. ما تتأسفش، في حاجة كده لازم تاخدها قاعدة في الأيام اللي جاية. الدنيا متغيرة، مفيش ثوابت، مش لما تعمل حاجة إنك تتأسف. هو أنا غلطت أساسا عشان أتأسف؟ ما تتأسفش على دايرة قرايبك اللي بتتغربل، ولا معارفك اللي بتتدهور، ولا أصحابك اللي اتشقلبت حالهم. ما تتأسفش، محدش يتمسك بيك، ما تتمسكش بحد. ما تتأسفش على حد باعك فاضطر انت تبيعه فالناس تلوم عليك، لا ما تتأسفش. ما تتأسفش على اللي غدر بيك وجاي يراضيك فانت ما رضيتش فيقول لك لا انت قلبك قاسي، لا ما تتأسفش. ما تتأسفش على حد ما مسكش فيك وقف جنبك وخاف واعتبر سعادتك من سعادته ومطالب ان انت تتمسك بيه. هتمسك ليه يا جماعه؟ هو انتوا بتراهنوا ليه على ثباتي انا؟ يعني ليه الناس بتراهن على ثباتي؟ الله، الشمس بتلف، الارض بتلف، القمر بيلف، انا اللي هفضل على حالي؟ يعني دول مسموح لهم واحنا لا كبشر؟ ما تتاسفش، ما تتاسفش على اللي غدر بيك، ما تتاسفش للظروف ولا على ظروف ولا على حد. اتاسف لنفسك لو انت غلطت وقصرت في حق نفسك، اتاسف دايما لنفسك. ما تلومش وفي نفسك تقول يا ريتني كنت عملت كذا ويا ريتني عملت كذا، زي ما كنت ماشي في الشارع واحد ماشي عامل كده هو اطبع خبطه، مع انه انت ممكن تديله قلم على وشه ويجيب اجله. انا ساعات ببدي القلم ده على وشه كده عشان ما يكررش تاني. ببقى ساعات عندي استعداد ان اخش في ملعون ابو ده على ابو ده. انا لازم اخد موقف. على الاقل لما يجي واحد زيه هيشوفني هيتجنبني. انت بقيت تقابل اصناف كله جاهز ان انت الضحيه. ما تتأسفش لحد طلع أسوأ ما فيك وقال لك بص الناس عامل ازاي. الله، ما انت اللي اخترت، انت اللي اخترت، انت ما تعملش معايا بالحسنى فعشان هتعامل معاك بالحسنى. ما تتأسفش على عمال يقصر فيك ويمص في دمك في تقول تديله فرصه، لا اصلا هدفه، لا لا ما تتأسفش لحد، لا قرايب ولا اصحاب ولا معارف. ما تتأسفش، ما تتأسفش اللي كنت انت الغلط. ولو انت غلط ورحت تصلح غلطك ده وصاحب اللي انت غلطت فيه رفضك، عنده حق. ما تلوموش، انا جيت لك غلط عندك، لا انت ايه يعني جيت لك غلط عندك؟ انت ما جبتش عليا. ما تتاسفش عشان في حاجات كده اللي هي زي ما تزعلش وما تتاسفش ومعلش. ما معلش ليه اللي جايبانا ورا؟ نصيحه من اخ كبير، ما تتاسفش، ما تتاسفش على عمال يقطم فيك بدون سبب. ولو حتى بسبب لازم المعيار ده يبقى عند حد معين واقف مش فاتحين. ما يتأسفش اللي عمال على بطال. الناس بقت فاهمه الاسف ده ضعف وقله حيله وهيعمل ايه؟ يا عم هو ماشي حاله، يا عم هي ماشيه. ما يتأسفش، ما تسمحش للغلط، والغلط بالذات اللي هيجي ضرره عليك. ما تتأسفش. السلام عليكم.